طلب إصلاح وإصلاح القضاء أولا. السلام أبناء الشعب العراقي يصلون إلى باب مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بإصلاح هذا المجلس الذي يكيد بمكيالين. الشعب مصدر السلطات، الشعب أكبر من الطغاة. التزايد على الحصان امام مجلس القضاء الاعلى، وكذلك بدات المواكب بالتزايد لدعم الثوار بالماء والغذاء. فليحيا الشعب العراقي المطالب بالاصلاح. وهي هي المعتصمين التي نصبت هذا اليوم امام مجلس القضاء الاعلى
مطالبين بإنصاف مطالب الشعب من القضاء. لا زالوا مستمرين بالاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى منذ الصباح الباكر وإلى الآن، والأعداد في تزايد للمطالبة بالإصلاح وحل مجلس النواب. بعد دقايق